السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الرابع الابتدائي، والنهاردة مع ملخص للوحدة الرابعة والخامسة من كتاب المعاصر. إن شاء الله هنحل مع بعض التدريبات، نقول أهم القواعد اللي موجودة في الوحدتين. خليكم معي. هنبدأ بالليسن. أمان بيتكلم معه woman، بيقولها may I help you؟ قالت له yes please one ticket to Alex. طالما اتكلمت عن تذكرة بتطلب تذكرة، يبقى اكيد هي في الترين ستيشن، محطة القطار. فالراجل صاحب شباك التذاكر بيقولها may I help you. كنا خدنا قبل كده how can I help you و can I help you، كلها اسئلة لعرض المساعدة. ناخد بالنا حبايبي ان كلمة may هيجي بعدها فعل في المصدر may I، هل يمكنني، يبقى may يجي وراها فعل في المصدر، وقلنا مصدر يعني فعل بدون اي اضافات. يبقى may I help you هتقول له yes please. طيب بعد please ال one ticket to Alex، Alex اختصار لألكسندريا اللي هي مدينة الاسكندرية. طيب لو بصنا من فوق كده قلنا بعد yes و no بنحط كاما، وبعد كده عندنا كلمة please لو سمحت، وانتكي التذكرة واحدة الى الاسكندرية. طب بعد كده هيقول لها على نوع التذاكر. احنا عندنا نوعين من التذاكر، single اللي احنا بنروح بس بيها لو احنا ناويين نقعد في المكان هناك. طب لو احنا رايحين زيارة وهنروح ونرجع، فهطلب نوع تاني من التذكرة اسمه return. يبقى single or return معناها انت عايزة تذكرة ذهاب ام تذكرة ذهاب وعودة، هتقول له a single ticket please، يعني هي عايزة تذكرة ذهاب فقط. طيب ست سألت بعد كده بتقول what time، يعني متى، what time does it leave، متى سيغادر القطار، القطر هيمشي الساعة كام. قال لها 2:45 معناها الساعة 2:45 دقيقة، هي 3 إلا ربع. please hurry لو سمحتي أسرع. دي كانت المحادثة اللي دارت في الترين ستيشن، محطة القطار. هنا برضو حد بيقترح على حد، بيقوله ايه let's have a snack. let's يا جماعة قلنا من أساليب الاقتراح، برضو بعدها مصدر، وقلنا let's دي اختصار ل let us. sounds good يبدو جيدا. do you want vegetables، هل تريد خضروات. no I don't I want fruit، لا أنا عايزة فاكهة. حلو، يبقى أنا هنا لما أكون موافق على الاقتراح هقول sounds good. طب لو أنا مش موافق، لو أنا سألتك do you want أي حاجة، هل أنت عايز vegetables، عايز مثلا fruit، لو أنت مش موافق هتقول no I don't، وهتقول اللي أنت عايزه I want fruit. بيجي في الامتحان ممكن بعد نو يسيبها لك فاضي كده في البانكتويشن في علامات الترقيم. فاحنا جماعة بنحفظ ان بعد نو وياس في كاما، في كلمة ليتس في ابوستروف، يعني اللي فوق دي حبايبي اسمها ابوستروف، انما اللي تحت دي على السطر اسمها كاما، كاما يعني فاصلة. حلو، طيب احنا بما اننا في المحطة وبنتكلم عن القطر، فهنجيب سيرة بقية وسائل المواصلات. فعندنا كلمة باص، اوتوبيس، underground او subway اللي هو مترو الانفاق، airplane طائرة، هي plane، train يعني قطار، وcar سيارة، taxi، ferry، bicycle او bike، الاتنين نفس المعنى. هنقول تاني الترانسبورتيشن اللي عندنا هنا، وسائل المواصلات عندنا باص، underground، airplane، train، car، تاكسي، فيري، بايسيكل. طيب تعالوا بعد كده نشوف المواقف اللي قدامنا دي. واضح جدا ان في حد وقع، فالست بتقول اوتش، يعني يا خبر. ار يو اوكي، لو انا عايز اطمن على حد يا جماعه اساله السؤال ده، هل انت بخير، ار يو اوكي. في هنا ار يبقى في هنا صفه، في هنا ار يبقى في هنا صفة، لو في هنا دو يبقى في فعل،
لو في هنا كان برضو بقى في فعل في المصدر. قال I think so، اعتقد ذلك، اعتقد ذلك. طيب ناخد بالنا يا جماعة ان كلمة so هنا معناها ذلك، انما مثلا لو جي بعدها صفة يعني it is so hot، بقت عندنا كلمة so معناها very يعني جدا، انما هنا so معناها ذلك. excuse me can you help me. هنا بقى حد موقف حد في الشارع، فبدل ما يفاجئه كده فبيقول له معذرة. طبعا مي يا جماعة معناها انا، وعلشان جاية بعد الفعل فبقى ده بقى شكلها. طب لو هي جاية في الاول هتبقى اي طبعا. can you help me ممكن تساعدني، يبقى لطلب المساعدة من الاخرين هقول can you، هل تستطيع انت، وبرضو بعد كان بنجيب مصدر can you help me. طب ايه السبب ان في هنا مي يا جماعة؟ اني انا اللي بطلب المساعدة، فانا جاية في اخر الجملة وجاي ده شكلها، وده اسمه ضمير مفعول. طيب الراجل هيساعدها ولا لا؟ راح قال لها شور بالتأكيد. سألته فين مترو الانفاق، where is the underground، فين مترو الانفاق، where is، مسأل على حاجة مفرد. طيب قال لها it is over there، انه هناك. تمام، يبقى احنا هنا لو في مكان يبقى هنسأل فوق بوير. الكاستمر بيتكلم مع الراجل اللي في شباك التذاكر، برضو one ticket please، قال له single or return، انا عايز تذكرة ذهب ولا عودة، قال له return ذهب وعودة. here you are اتفضل، thanks يعني شكرا. بعد كده هنشرح جزئية الجرامر اللي في اليونت هنا. طبعا جبت وسيلة المواصلات، يبقى هسأل ازاي بنروح المكان الفلان. طب الكويستشن عندي هيبقى ازاي؟ السؤال هيبدأ بهاو. طيب هاو ده أداة الاستفهام، اتفقنا قبل كده ان السؤال زي عربيات القطر، اول عربية بيكون فيها السواق، تاني عربية فيها المساعد، يبقى اول عربية على طول عندي سواق، المكان التاني وراه مساعد، مفيش سؤال من غير مساعد يا جماعة. طيب how do you go to work، فين أداة الاستفهام؟ عندنا how. طب ليه جبنا المساعد do؟ قالك احنا ممكن نجيب مساعد do، ممكن نجيب المساعد does. do لو الضمائر اللي عندي هما دول الركاب بقى بتوع القطر، لو الركاب كانوا I, we, you, they يبقى على طول المساعد do، ولكن لو هما هي او شي او ات او اي اسم مفرد يبقى على طول المساعد does. معلش يا ميس قولي تاني. ماشي، عندنا كلمة I معناها انا، we نحن، you انت، they هما. كويس، احنا عندنا الاربعة دول يا جماعة بيجي معهم المساعد do، انما هي ممكن يكون مكان هي ده علي، شي مونة مثلا، اي حاجة غير عاقل. فالمجموعة دي يا جماعة دايما تحب does، بس في شرط مهم جدا، ان طول ما do و does في السؤال الفعل هنا يكون في المصدر يعني بدون اضافات. طيب وبعد كده باقي السؤال. طيب يعني هنا مثلا هقول how do you go to work، how كيف، do ملهاش معنى هي هنا مساعد، you انت كيف انت، go هناخد بالنا ان go بدون اضافات عشان في هنا do، كيف تذهب الى العمل، قال له I go to work by bus، انا بروح بالاتوبيس. اذا وسائل المواصلات يا جماعة يجي قبلها حرف الجر by، بس لو انا بروح ماشي هقول on foot، يبقى وسائل المواصلات قبلها ايه؟ by، ما عدا كلمة foot بيجي قبلها on وليس by. طيب هناخد بالنا كمان انه في السؤال لما انا سألت بيو حولت في الاجابة يو الى اي، يعني مثلا انا هسألك انت بتروح ازاي، مش هترد تقولي مثلا انت بتروح كذا، لا هيقولي انا بروح مثلا بالاتوبيس او بالفري المعدية كده. السؤال التاني هغير فيه المساعد، اخلي المساعد داز، معنى انه هنا في داز
يعني الفاعل هي او شي او ايت، ممكن يكون اسم ولد اسم بنت او اي اسم غير عاقل مفرد. برضو طالما الداس جت في الجملة يبقى عندنا هنا الفعل جه في المصدر. How does he go to school؟ بيروح المدرسة ازاي؟ هي هتنزل زي ما هي، جو هتنزل فيها اس. ليه بقى؟ لانه انا هنا هاو داز مشي خلاص، انا مش عايزهم في الاجابة، فطالما داز مش موجودة خلاص عادي الفعل يجي اخره اس او اس. يبقى he goes to school on foot، بيروح المدرسة على الاقدام. اخر حاجة الفونكس، هنيجي للكلمات اللي فيها تش، زي كلمة chicken، beach، kitchen، watch، chop، cheat، which، catch، lunch، chin، peach، cheese. كل الجروب ده، كل المجموعة اللي فوق واللي تحت دي بنطقها تش. طيب هنا بقى حرف الشين بس من غير التيه في الاول، فيش، الاس والاتش هنا يعملوا ش كده، شل، شوب، كاش، ده برضو حرف الشين، شيت، ليش، شين، شين اللي هي الحتة دي عصبة الرجل، سي شل، سي شور. هناخد بعد كده يونت 5، تعالوا نشوف في ايه. يبقى يونت 4 يا جماعة كان بيتكلم عن وسائل المواصلات، وكان بيدور كله في المحطة وازاي اسأل عن وسيلة المواصلات، وخدنا فيه الاصوات اللي فيها اس و اتش و سي اتش. طيب يونت 5 ده مش بيدور في المحطة، لا ده حوار بيدور في المستشفى at the hospital. تعالوا نشوف ايه المحادثة اللي دارت في المستشفى. طبعا مستشفى يعني في نيرس، في نيرس وفي سيك بيبل مثلا. فبنقول هنا what's your address، الممرضة بتكلم واحدة من السيدات اللي جايين يكشف، فبتقولها what's your address، ايه هو عنوانك. طبعا address هنا باتنين دي معناها عنوان، لانه كلمة dress فقط اللي هي من اول الدي كده معناها فستان، يبقى address عنوان. قالت لها 31 تحرير ستريت، 31 شارع التحرير. قالت لها pardon me، معذرة، او كرر اللي انت قلتيه تاني. راحت قالت لها 31 تحرير ستريت، كل ده طبعا الممرضة بتكتب، فبتقول لها how do you spell تحرير، ازاي بتشتهجي كلمة تحرير. برضو يا جماعة هنا هاو معناها كيف، بتسأل عن الكيفية، ازاي بتشتهجي كلمة تحرير. قالت T-A-H-R-I-R. راحت النيرس قالت لها thank you have a seat، have a seat هي يا جماعة sit down، ماشي. طيب بليز لو سمحتي، هناخد بالنا ان قبل بليز على طول في كاما وبعدها فل ستوب. قالت لها ثانكس، نقول المحادثه بسرعه، واتس يور ادرس، 31 تحرير ستريت، باردون مي، 31 تحرير ستريت، هاو دو يو سبيل تحرير، تي اي اتش ار اي ار، ثانك يو، هاف ا سيت، بليز، ثانكس. يبقى احنا هنا بنقول كلمة when معناها متى، when do you exercise، اتفقنا ان دو شغالة معايا طول ما انا بكون سؤال محتاج مساعد، فعلى طول هلاقي دو دي رقم 2. فعندنا هنا when معناها متى، when do you exercise، واتفقنا ان بعد دو لو جه فعل هنا يجي بدون اضافات في المصدر. طبعا لما يكون في السؤال يو تتحول لاي في الاجابه، اي اكسرسايز ان ذا مورنينج، يعني انا اتدرب في الصباح. بعد كده سؤال تاني بيقول هاو دو يو جو تو ورك، كيف تذهب الى العمل، لسه شارحينه من شويه، اي جو تو ورك، وقلنا باي، وبعد كده وسيله المواصلات اللي تعجب. بعد كده حبايبي عندنا البادي بارتس. طيب ايه علاقة البادي بارتس بالمستشفى؟ طبعا انا لما بروح المستشفى دلوقتي بقول اني جزء في اجزاء جسمي بيوجعني، يعني انا بشتكي من ايه عشان النيرس او الممرضة اللي برا تعرف انا هكشف في اني عيادة. فطبعا في عندنا اي،
يعني عين. ear أذن. finger إصبع اليد، لأنه إصبع القدم اسمه toe. عندنا knee ركبة، أي كي بعدها إن اتفقنا مش بنطق الكي. leg ساق، و arm ذراع. hand يد، foot قدم وجمعها feet اللي هو أقدام. طيب كل دي بقى البادي بارت، أعضاء الجسم اللي أنا أقول إيه، أقول مثلا دي بتوجعني. فمثلا هنا برضو ده موقف في المستشفى، حد بيقول البنت بتقول للولد how do you spell سامي، ازاي بتشتهج سامي، قال لها S-A-M-Y. هي ما سمعتش كويس فقالت له pardon me، قال لها S-A-M-Y. هنا الام عاوزة تدي التفاحة دي للولد، فبتقول do you want an apple، هل تريد تفاحة. طبعا الموقف دي يا جماعة كلها بتدور فين، في المستشفى. قال لها yes please. طيب الناس دي بيتكلموا على الراجل اللي واقف في الجنب ده، بيقولوا is he a nurse، هل هو ممرض. راح قايلين no he isn't، yes و no بعدها كوما، خلي بالك ما تنسيش. و is he هننزلها تحت he isn't. طب ليه حطينا not، علشان هي صاحبة النو، كل ما يكون في الجملة نو اجاوب بفعل منفي. he is a doctor، ده هو ايه، ده هو دكتور. يوصلنا ده يا جماعة على صفات الملكية. يعني ايه صفات ملكية؟ يعني انا دلوقتي عايزة اقول الدراع ده مثلا بتاعي، العين دي بتاعتي انا، فانا هقول اي واجي قبل الاسم واحط الكلمة دي اللي هي ماي. طب ماي معناها ايه؟ معناها ملكي، بس لازم هنا يا جماعة بعدها يكون فيه اسم، تمام؟ طيب عندنا you your he his she her it its we our you your they their. ناخد مثال بنقول we clean up at night، احنا بننظف بالليل. our school is clean، مدرستنا ايه، نظيفة، برافو. طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اسأل حد، انا نيرس اهو ممرض، وعايز اقول له ايه اللي بيوجعك او ايه مشكلتك او ما الامر، اقول له what's wrong. اتفقنا ان W بعدها R يبقى ال W silent. هيقول لها my foot hurts، انا رجلي ايه بتوجعني. طب ليه بعد foot جاب فعل في S؟ لان foot مفرد يحل محلها الضمير it، وit يجي وراها فعل اخره S. اتفقنا انه هي وشي وit يجي وراهم فعل اخره S، تمام. ناحية تانية what's wrong، قال له my feet، ده هنا بقى رجليا الاتنين كده بقى جمع my feet hurt. ما اقدرش احط اس لسبب، لانه لو انا شلت my feet هيحل محلها الضمير زي. طيب زي يا جماعة يجي وراها فعل باس؟ لا طبعا. ومال مين اللي بيجي وراهم فعل باس؟ he وshe وit. طيب في هنا بيقول choose the correct answer، thank you for not help، شكرا على مساعدتك، يبقى your help. خدنا بالنا ان صفة الملكية هنا وراها اسم، حدش هنا يقول لي ده يساعد، لا your help مساعدتك. my leg رجلي، ده مفرد اهو، يبقى هنجيب بعدها فعل اخره اس. my leg hurts. oh not hand hurts، عايزين نقول ايديا، يبقى my hand hurts. my foot دي دي قدم واحدة، يبقى اجيب بعدها فعل اخره اس. my foot hurts. سلمى and سارة can't find not car، ابص كده سلمى وسارة جمع يحل محلهم الضمير زي، صفة الملكية منه there. علي is sick his arms، دراعاته الاتنين، يبقى وراه فعل من غير اس. كأني بقول لك لما يكون في مفرد هات بعدها فعل باس، ولما يكون في جمع اجيب بعدها فعل بدون اس. نقط هنا name is عمر، he is my brother، حلو قوي. طب طالما هنا في he يبقى هنا ايه، he is brave. طيب these are my friends، دول اصدقائي، وجاي هنا مكان الفاعل knees hurt، يبقى their knees hurt، دي ركابهم ايه بتوجع. في الفونكس اللي عندنا يا جماعة عندنا نطق حرف ال TH ممكن ان انا انطقه،
زين، وده يبقى شكلها في القاموس، او ان انا انطقها س ويبقى ده شكلها في القاموس، يا اما زال يا اما س. mother, that, this, bath, thirsty, Thursday, father, brother, grandfather, they, three, mouse, thin, birthday. هنلاقي في كلمة mother with that with this ال th بنطقها حرف الزال، برضو في كلمة father brother grandfather زي كل دول حرف الزال. كلمة bath thirsty Thursday كل دول حرف الثاء، نفس الحكاية three mouse thin birthday برضو كل دول حرف الثاء. احنا كده حبايبي يبقى وصلنا لاخر حاجة في اليونت بتاعنا. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على يونت 6 وكده نبقى خلصنا المنهج ونبدأ نحل مع بعض محافظات. كان في حد طلب مني نص الاستماع، ان شاء الله نعمل حلقة مخصوصة عن نص الاستماع باذن الله. اتمنى تكونوا فهمتوا معايا. بالتوفيق. كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.